Hello everyone and welcome to our channel English Today for Learning English on YouTube. طبعا دلوقتي احنا بقى عندنا حصيلة لغوية ولو بسيطة من الفيديوهات اللي فاتت تخلينا نقدر نبدأ نتعلم قواعد اللغة مع بعض. وعلشان طبعا هنشرح جرامر لازم يكون في أمثلة وكلمات، فكان لازم يكون عندنا حصيلة لغوية في البداية علشان نقدر نبني عليها الجرامر ده. So today we're gonna start together the grammar section. وطبعا احنا عارفين ان any language consists of sentences and these sentences consist of words. ده معناه ان اي لغة بتتكون من كلمات زي ما من جمل زي ما احنا عارفين. والجمل دي بتتكون من كلمات and the word can be الكلمة ممكن تكون a noun, a verb or an action or a preposition. الكلمة ممكن تكون noun اسم, a verb فعل or a preposition اللي هو حرف جر. The noun لو بصينا للنون can be ممكن يكون اسم names of people أسامي أشخاص, objects أشياء or animals or places أسامي حيوانات or أماكن. The word can also be a verb or an action. الكلمة ممكن كمان تكون فعل like swimming, singing, jumping, running, playing. Swim ده فعل أو action بمعنى يسبح, يغني, يقفز, يجري, يلعب. كل دي are verbs or actions. The word can also be a preposition. الكلمة اللي قدامنا ممكن تكون حرف جر. تصنيفها حرف جر. تصنيفها اللغوي حرف جر. Like in, on, under, next to, or behind. في, على, تحت, بجانب, خلفه. كل دول بنسميهم prepositions. طيب, and the word can also be a pronoun. الكلمة ممكن تكون pronoun اللي هو ضمير. عندنا ضمائر مختلفة like I, he, she, it, we, you, and they. دول بنسميهم pronouns اللي هي الضمائر. هو, هي, نحن, هم. بنسميهم personal pronouns اللي هو الضمائر الشخصية. والpersonal pronouns هي موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. The first pronoun that we will start with is the pronoun I. الضمير الأولاني اللي هنبدأ بيه النهاردة هو الضمير I. I is a pronoun used to speak about myself. لو عايز أتكلم على نفسي أقول لك معلومة عن نفسي هقول I اللي هي بمعنى أنا. I إيه؟ أنا إيه؟ عايز أقول لك جملة عن نفسي أقول إيه؟ I can swim. أنا بقدر أعوم. I love my mom. أنا بحب مامتي. I eat pizza every Friday. أنا باكل بيتزا كل جمعة. فأي ده ضمير بستخدمه علشان أتكلم بيه عن نفسي. فبقول I أنا. The second pronoun, الضمير التاني اللي معانا النهاردة is the pronoun he, الضمير he. He did is a pronoun is used to speak about a male, a boy. هو ضمير بنستخدمه عشان نتكلم بيه على ولد. This is عمر. دي جملة لوحدها. This is عمر. ما استخدمتش فيها أي ضمائر لأن ما عنديش ضمير يعود على اسم. أنا قلت الاسم direct. صريح كده this is عمر. طب لو عايز اضيف معلومة تانية عن عمر هقول عمر 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 وافضل اقرر في الاسم. لا, بنحتاج ضمير يعود على عمر بدل ما افضل اعيد نفس الاسم كتير. فبقول this is عمر he can jump high. وهو ده البرونون he اللي بيعود على عمر. This is عمر he can jump high. He is 7 years old. He is in grade 3 or primary 3. هو السنة تالتة ابتدائي. He is tall. هو طويل. He is so smart. فكل دي معلومات عن عمر. استخدمت عمر في البداية وبعد كده جبت ضمير يعود على الاسم ده وهو البرونون او الضمير he اللي بيعود على عمر the boy الولد.
طيب the third pronoun is the pronoun she, هو الضمير she. She is used to speak about a female, a girl. بنستخدم she علشان نشير إلى girl اللي هي حاجة مؤنثة بنت. This is my sister. جملة كاملة. This is my sister. لو أنا if I'd like to add more, لو عايز أضيف أكتر على الجملة دي، عايز أتكلم أقول لك معلومة تانية عن my sister، هستخدم ضمير يعود على my sister اللي هي المؤنث وأقول she دي أختي، هي ذكية، she's tall, she's smart, she's funny. تمام، يبقى لحد دلوقتي أخذنا الضمير I which is used to speak about myself، بستخدمه عشان أتكلم على نفسي I أنا. بعد كده أخذنا الضمير he which is used to speak about a male or a boy، بتكلم على حاجة مذكر ولد. بعد كده الضمير she which is used to speak about a female or a girl، بستخدمه عشان أتكلم على اسم أو على مؤنث. Then we have the pronoun الضمير it which is used to speak about animals or objects، بستخدمه عشان أتكلم على جمادات، حيوان أو جماد. طيب this is a door، اللي قدامي ده باب. It is black، لونه أسود. فأنا اديتك additional information، معلومة إضافية على الباب، اديتك لونه. طب هقول ايه؟ هعيد دور دور دور. اتفقنا؟ لا، احنا بنذكر اسم الحاجة في الاول وبعد كده بنستخدم ضمير يعود على الحاجة دي. This is a door. It is black. Another sentence. This is a cat. It is cute. It is a personal pronoun which is used here to speak about the cat. To give an additional information، عشان ادي معلومة اضافية about the cat، فقلت it's cute، يبقى it بمعنى هو او هي لغير العاقل. Then we have the pronoun we which is used to speak about a group of people. I'm one of this group. انا بتكلم بالضمير we عشان اشير الى مجموعة من الاشخاص، وانا واحد من المجموعة دي، فمعناه نحن. فطالما بقول نحن يبقى انا بتكلم على مجموعة، وانا I am one of them، وانا واحد من المجموعة دي. فلو قلت we are happy today، نحن سعداء اليوم، ده معناه ان انا بتكلم على مجموعة من الناس ان هم happy and I am with them، وانا واحد منهم، مبسوط انا كمان. We are happy today. We بمعنى نحن. طيب عندي ضمير تاني، pronoun تاني، which is you. You is used to speak about someone you are talking to. There is a direct contact between you and him, you and her. بمعنى أنت أو أنتي، أنتي واقفة قدامي، أنا بكلمك face to face، في direct communication، في direct contact، في اتصال مباشر بيني وبينك، شايفاكي وشايفاني، بسمعك وسمعيني، فبقولك you، أنتي. تمام، أنت أو أنتي. في استخدام تاني ليو، إن هي ممكن أنتم، يعني في مجموعة من الناس قاعدة قدامي، يبقى ممكن يكون واحد بس اللي قاعد قدامي أو مجموعة من الناس قاعدة قدامي. الفكرة إن في دايركت كونتاكت، اتصال مباشر بيني وبينك أو بيني وبينكم. تمام، فيو بمعنى أنت أو أنتي أو أنتم. So you is used to speak about someone or some people you are talking to. زي انت دلوقتي لو انت واحد بتسمعني او واحدة بتسمعيني، هيقول لك you are listening to me now. You are watching my video now. I hope you like my video. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي بيعجبك او بيعجبك if you are one. طب لو انا عندي a group of people، a group of people مجموعة من الناس who are watching my video، بيسمعوا او بيشوفوا الفيديو بتاعي مع بعض، هقول لكم you بمعنى أنتم برضو، لأن أنت you وأنتم برضو you. تمام، you are listening to me now. You are watching my video now. I hope you like my video whether you are one or more than one. They هو the last pronoun معايا النهاردة، الضمير they هو آخر pronoun النهاردة معانا، which is used to talk about a group of people، بنستخدمه عشان نتكلم على مجموعة من الناس who are not
here with me، هما مش موجودين معايا وانا مش واحد منهم. انا بتكلم عن مجموعة بعيد عني، I'm not with them، مش بتكلم على نفسي معاهم، بقول هما. هما they are happy today. لو قلت they are happy today ده معناه ان انا ممكن ما اكونش مبسوط، انا بتكلم عليهم هما، ماليش دعوة بنفسي خالص. تمام، يبقى they بمعنى هم. I'm talking about a group of people and I'm not one of them. Those are my friends. دول أصدقائي. They are all funny. Those are my friends. هم دول أصدقائي. They are in prep 1. هم في سنة أولى إعدادي وأنا ممكن ما أكونش معاهم طالما قلت they هم. تمام؟ So they is used to talk about a group of people who are not here with me. I'm not one of them. ودي كانت الـ personal pronouns، الضمائر الشخصية اللي موجودة معانا النهاردة. I, he, she, it, we, you, they. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس بتاع النهاردة، و in the next video إن شاء الله هنتناول فيه another grammatical rule، قاعدة نحوية جديدة. يا رب نكون، أتمنى إن احنا نكون بنضيف لكم حاجة ولو بسيطة، ويكون فيديوهاتنا بتعجبكم. Till we meet, bye bye.